قول اللص اليمين اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ورد المسيح الان، ما قالش الان، قال اليوم، اليوم تكون معي في الفردوس. فهل الناسوب صعب الى الفردوس ولماذا ليس في الملكوت؟ قال له في الفردوس لان المسيح لما مات نزل الى اجزاء الارض السفلى واخذ ارواح الراقدين على رجاء وفتح باب الفردوس وادخلهم في الفردوس. فالمسيح كان قد مات في الساعه التاسعه، واللص مات في الساعة الحادية عشر. ففي الساعتين دول كان المسيح نزل واخذ ارواح الناس ودخلها الفردوس، ودخل اللص لما مات ادخله الى الفردوس. اما الملكوت فده بعد القيامة ان شاء الله.